بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء على البركة أيها الإخوة، هنا انطلقنا دائما ننطلق مع يوم جميل مميز، شوطنا الخامس الذي خصص للإبكار. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين للمنطلقين على أرضية هذا الميدان. شعارات أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، دائما هناك التواجد جميل مميز على أرضية هذا الميدان. عودة من جديد إلى المركز الأول، شواهين الجنسي السلام ومبارك بن محمد بن عيسى المطيعي، وفي المركز الثاني المسعودية سمو الشيخ مكتوم حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، بينما اللي في المركز الثالث هناك أفراح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك القوبع، ومزنة تأتي رابعا وعبد الله بن حميد المطر اليابري، وفي المركز الخامس أرى في هذه اللحظات مرضية وعبد الله بن علي بن واس الاجتبي، وفي المركز السادس هناك مصيحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز السابع أيضا أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن ما شاء الله راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري مع عوائد وتاسع المراكز. هناك اللي وصلت في هذه اللحظات مياسة ومحمد بن عبيد بن خليفة بالساحر الاجتبي، يا سلام شعار اشتعال ايضا حاضر ومتواجد على ارضية هذا الميدان وفي هذا الشوط. هاي النتيجة، هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا ما شاء الله للمراكز، دعناها عليكم بالهو التمام ونحن نسير دائما الى الامام، نحن نسير دائما هناك الى القمة، الى هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. نكتفي مع هذا القدر ما شاء الله تبارك الرحمن. شواهين هجنسي حسن مبارك بن محمد بن عيسى المطيعي مضمر ومتابع هذه البكرة، ما شاء الله المركز الثاني المسعودية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، ومزنة ثالثا ضل بن حميد المطر اليابري، وعوايد خامسا راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، ورابعا عفوا وفي المركز الخامس هناك فراح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع. هكذا كانت نتيجتنا للخمس بعد ندائنا الثاني. نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين. 2 كيلومترات، 2 كيلومترات الباقيات، 2 كيلومترات اللي بقى هناك على هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق، هذا الانطلاق الجميل ما شاء الله. لحظات جميلة ومميزة دائما مع هذه الشعارات المميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم على البركة أيها الإخوة، انطلقنا هناك مع هذه الانطلاقات الجميلة المميزة في هذا الميدان. مصيحة أيضا ما زالت تسيطر على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان الراشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثاني مزنة عبد الله بن حميد المطر اليابري، وثلاث مراكز عوايد راشد بن عامر بن دحفوس المنصوري، والمسعودية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الخامس شواهين
الجنسية حسان مبارك بن محمد بن عيسى الأم طيبة. هكذا كانت نتيجتنا. بقول للمراكز دعناها عليكم بالفوز تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة ما شاء الله بهذا اليوم الجميل، هذا اليوم المميز. يا سلام، عودة من جديد، عودة إلى 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 ما شاء الله، عودة إلى الناموس، عودة إلى الانتصار، عودة لهذا الانطلاق. يا مصيحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وهناك سعيد بن عبيد الحميري، ولكن 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 يا العوايد يا العوايد، عوايد عوايد ولا مصيحة، عوايد ولا مصيحة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات المميزة. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والثاني دائما موصول للمرة الثالثة سعيد بن عبيد الحميري المركز الثاني، أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الثالث، راشد عامر الدعبوسي المنصور المركز الرابع، عبد الله حميد مطر اليابري المركز الخامس، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم 6 10 83 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.